والله كتير منيح. يلا سيدي شو بدنا نعمل؟ مو في، تعال ابني غداك جاي. يا اختي صاروا اغنياء يا اختي، وحتى بطلوا يطلعوا بوشنا. لك ما شفتي كيف صارت جوليندام؟ بس لانه عم تطلع قدام الكاميرا صارت تلبس شغلات. شدوا ظهرا واستندوا على رجال غني. إيه ليش لحتى يسلموا ويقولوا صباح الخير؟ من هلا ما عاد نشوفهم الا بشي حفله او على الانترنت او بشي مقابله. طلعي يا دوريه سادتي لاني محترمه، بس لا تخليني عصب ماشي. لنكون عم نحكي كذب؟ مو هداك الرجال الغني زبط لك شغل ووقعتوا عقد على الانترنت كمان؟ طلبوك اثنين يا بنتي وقلنا بنعمل خير معك، وجينا لعندك عبابك وقلعتينا، قلتي ما بدي. ايه ما اجى لعندك هالرجال وحامل بايده ورد؟ لكون انا عم اكذب؟ احكي بشكل واضح اكثر، انت شو بدك مني؟ كل شيء صار واضح يا اختي، عمه او خاله البنت او مين ما كانت تكون اجت لعندكم مثل الملاك وعم تدعمكم ماديا كمان، سكرتوا ديونكم وراتب ياخذ البنت وبضل ابوها الك. ايه يا فرحتي انا. احمدي الله انك جارتي من سنين. ايه واني رايقه لهلا، وقال لك انت سمعتك كلمتين مرتبات. ان شاء الله اختي، شو عم بصير هون؟ يا بنت صارت تلبس مثل اميره لانه شافت كم كاميرا قدامها. يا ربي دخلي نوريا الغيوره، بدل ما تضحكي علي امسكي حالك شوي ولا بقى تاكلي كثير، بتموتي اكيد بهذا العمر، بتموتي بسبب الضغط وما حدا رح يساعدك ابدا. ما في داعي نحكي معهم اي شيء اختي، فورا حطوا مسافه وحدود لما شافوا شويه مصاري قدامهم. بكفي هذا الحكي، المصاري وشوفت المصاري، شو هالكلام اللي تقيل؟ انتبهي منيح على كلامي. شو عم تعملي؟ شو صار لك؟ تعالي اختي تعالي، ما فينا نقول لهم لهدول اي شيء. اي جنيت جنيت، شو هالاسلوب يلي عم تحكي فيه معي؟ امي ليش عم تعيطي علي هلا؟ اسكتي، كل واحد فيكم بيجي بيوقف ضدي، اصلا انت وين كنتي لهلا؟ برافو لقيتي سبب حتى تعصبي علي يعني. اختي فوتوا لجوا مشان الله. اسكتي سيفيل، اصلا انا كثير معصبه، لا تخليها تطلع براسي. ما بكفي خجلتينا قدام العالم، يلا اضربيني اذا بدك. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ عم تتمسخري علي؟ طقيت يا امي طقيت، من كتر ما بتتدخلي بكل شيء بحياتنا ومن عصبيتك الزايده مع الكل كمان. لك اسكتوا شوي رح ننفضح قدام العالم. عملتي هيك بفرات؟ رحت خطبتي له هديك البنت، الكل بيخاف منك يا أمي والكل عم يكذب عليكي، وإذا بدنا نروح على الحمام لازم ناخد إذنك قبل ما نروح. اسكتي سيفيل، فوتي لجوا وإلا بموتك هلأ بأرضي. أساساً زليتينا بما فيه الكفاية، بكفي يلا باي. لا اهدي اختي اهدي، طولي بالك على مهلك. وحدة قليلة أدب. شو صايك؟ والله عصبت من جاراتنا وفشت خلقك له بسيفيل وهي معصبة. الحقها هلأ، يلا يلا الحقها لسيفيل بسرعة. انتي منيحة؟ لا مليت انا، الكل بده يستقوى علي. لا بس المدام سلطانة ما عصبت منك، انتي عصبت لما كانت صاحبة الفرن ورفيقتها عم يحكوا عنا شغلات تافهة، ولما انتي ضغطتي عليها. شو ما كان يا ميرزا، أساساً أنا مو ناقصني، عن جد مو عبالي اسمع أي مشكلة تانية. أنا رايحة على غرفتي، لا تزعل. لا ليش لحتى أزعل؟ فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فوالذي ظالما، كن في هوايا هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. حرر هواك فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في هوايا هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. برافو برافو، حلو. شكرا كثير حلو، بتجنن عن جد. ما بنستلم طلبات. ما اجيت كرمال طلب اساسا. قالوا لي بمحلك انك قاعد هون، لهيك انا اجيت.
شكرا لك. صحة وهنا. بعتذر تأخذت عليك. مو كتير مهم. شاي سخين. اللي بده شاي سخين. ايه ما بظن اجيت لعندي حتى تسمع موسيقى. بورا انا مدين لك باعتذار. انت اخذت الفيديو من اخوك وجبت لنا اياه. شكرا لك. بالحقيقه ما بعرف انا اللي عملت هيك شيء. ما كان بدي اتجاهل ابتزاز اخي. بالنهايه انت ما فتت حتى تسرق. لا شو عم تحكي، هي ما انا سرقه، مو شيء مثل هيك. هلا بالزمانات في حدا قدم شكوى ضد مطعمنا ونحن شكينا باخوه، وانا فتت لهنيك لحتى اشوف الاوراق واتاكد. بكل الاحوال برايي جرب طريقه تانية المره الجايه. في اعتذار تاني. لما رحت وشفتك واقف مع سيفيل هداك اليوم أنا فكرتك عم تزعجه، ضربتك وهيك. أنا آسف. خلص انسى الموضوع مضى. في شي تاني، سيفيل كتير غالي علي، يعني علينا كلنا. إذا بتريد لا تزعلم علي. مو بإيدي. لو ما تركتني وراحت كيف؟ سيفيل تركتني بسبب كرهها لأخي، يعني ما زعلتها، هي زعلتني. يعني سيفيل تركتك هلا؟ أنا عم أقول بسبب أخي بس، يمكن هي ما حبتني أبداً. أنا أصريت عليها شوي، يعني شو بيعرفني؟ تفضل. هي البنت كمان فيها شي مو عاجبني. لما بتجي المصايب بتجي كلها مع بعضها.